وبركاته. صبحكم الله بالخير بأحلى صباح اليوم في جدة في منطقة العمارية وأشهر محل كبدة وتقاطيع أبو سعيد عاد معروف الله يرحمه كان اتحادي صميم. وحنشوف الحين الكبدة حقته تتميز الشوربة طعمها رائع والكبدة وقلوب وتقاطيع وكرشة وكلاوي ناخذ منه دحين نبدأ على سيد العمود. انت بعد الوالد الله يرحمه ماسك المحل الله يبارك فيك ان شاء الله. ايش المحل هذا كم عمره؟ فوق الخمسين سنة. فوق الخمسين سنة. وقبلها كنت فين؟ باب جديد. الباب جديد؟ ايه عند الدوار. عند الدوار. ايه قسمة. والشغل حقكم الكبدة كله طازة. كرشة كله طازة. ايوه. تجينا الفجرية. اتحادي زي ابوك ولا؟ الله يهديك. الله يقويكم ان شاء الله. هذا ولدك؟ لا لا يبارك فيك ان شاء الله بكم الله يسعدك سهل لي نوريهم بعدين الجو اليومين هذه حلو عندكم في جده طراوه يلا يلا الله هذا اقدم محل ابو علي محمد علي ايش زين ابو سعيد هذا اقدم محل في المملكه كبده وتقاطيع كبده وتقاطيع هذا المعلم ابو سعيد الله يرحمه رحمه الله عليه رحمه الله عليه هذه هنا ايوه تاريخ تمام هذا أول شيء اسمه الخل هذا إيش؟ الخل الخل؟ إيه وهذه خلطة سرير الدقة حقتها من متى تعرف المحل هذا؟ من زمان 40 50 سنة المحل في المكان هذا 45 سنة بس هنا بس الموقع هذا نفس الموقع غير باب جديد حوالي 30 سنة قبل 30 سنة معروف أبو سعيد ما يحتاج إيش هذه تقول الخل؟ هذا الخل حق إيش؟ هذه خلطة احنا من سواها المعلم ابو سعيد الله يرحمه علي الدوم هذه الدقه ايوه خلطه سريه تتغمس بها الكبده تحط في الخل ناس تشربها شرب عندنا ما شاء الله ليه وهنا عندك هذا الشربه هذا الشربه ايوه قدر الشربه حب ما في زي انا والله ما جيت ما في زي في المحل ما في محل في المملكة يقطع الكبدة حبه قدامه كله مخبيها تحت في الدرج ايه الكبدة الطازة ما حد يخبيها قدام الناس يقطعها بالجوانتيات عندنا وكل شيء والكمامات وكل حاجة بس قطع كبدتك قدامه ما حد يخبي بضاعته الله يشدكم بالعافية الله يكرمك حبيبي ودوامنا من بعد الفجر لما الساعة 9:30 10 كبدة طازة ما عندنا صبح صبح بس بالليل ما في كبدة طازة 24 ساعة في رمضان من بعد العصر إلى الساعة 2 بالليل الله يكرمك قلوب ومشكل وأخ حلاوة أمر. وهنا البشكة ما شاء الله قهوة جي البشكة ما شاء الله كل أبو زيد يا حبيبي شرف عرفنا أبو زيد شايف وين عند إحنا في الحلات اشهر محل كبده في جده ابو سعيد التقاطيع وحنكمل معاكم ان شاء الله سوي لقاء مع الاخ عمل التاريخ ابو زيد اخوي فيصل من متى تعرف المحل هذا والله من جد يعني انا اعرفه من 30 سنه هو اكثر هو اكثر في كان تحت يعني هو دوار البيع هو اشهر واحد اقدم واحد تقريبا نعم نعم ايش اشتهر بايش الكبده الكبده بيده يده حلوه كانت الله يرحمه اغفر له يسار ابو سعيد نعم كان اتحادي هو صميم 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 اتحادي يا ويلك ها وكان في واحد يعانده دائما في المقاطع جنبه يقعد سعود السعدي سعود السعدي السعدي ها السعدي هنا ترى جاي موجود ها نروح له هلاوي ها حبيبنا ايوه من متى تعرف المحل يا زمان من سنين ابراهيم يا ايه من متى تعرف المكان هذا؟ والله فوق ال 30 السنة فوق ال 30 لا اقل قام محله باب جديد انقطع بصالح الغامدي هناك محله باب جديد ايه ما في بعده في الكبدة في الكبدة اشهر واحد جدا يده واللي يجيبها نوعية ما في مثلج ما في إيه؟ تاكل ما تشبع من يده لازم الله يرحمه اشوفه بس يقول الجمعه ما يفتح جيت طلعت هنا ساعه ونص لا هذا قريب الحين الارافنديه ايه اه حبيبي من متى تعرف المحل هذا من زمان هذا له حوالي تقريبا 40 سنه 42 سنه لكن الاقدم منه الاستاذ طلال لا يا احمد ايه؟ لا
ايوه من زمان يعني هذا المحل القذان زميل له حوالي 40 سنه 42 سنه هذا ايش المنطقه هذه عشان يعرفوا الناس؟ هذا يسموها العماريه بدايه العماريه بدايه العماريه ايوه هناك كذا البغداديه عند الهلال هذا شوفوه ايوه هذيك البغداديه هذيك ها يسار البغداديه ايوه هنا العماريه هذه العماريه ايوه يدخلوا لها من عند ميدان البيعه من عند ميدان البيعه هنا مقبره ام نحوة ايوه شارع شارع ابو عبيده القاشلة ايوه كان سموها القشله سابقا فاسم سموها ميدان البيع هذا شارع ابو عبيده مطعم السده كذا قدام هذه هي العماريه كل العماريه خالد ادريس خالد ادريس الحين شوف هنا هنا في الشارع زي المثلث كذا خالد ادريس عماريه ما هي بغداديه ايوه إيه كذا عماريه هذه هي الله يعافيك بس يسموها من زمان وهذا مركزكم انتم ها؟ اي نحن نقعد دائما كيف بدها شغل واخر حلاوه اي الحمد لله وساعات نشكل شويه نجيب جبنه حلاوه زيتون على حسب العشاء والليل ايش بتسوي لنا هي؟ الليله والله الله اعلم يمكن شكلها سليقه الليله